الفريدسيا عباره عن اسر منتجه، ما بيخلوش اي منزل من نول سجاد يدوي، بيشتغل عليه الزوج الزوجه وبيعلموا ابنائهم في المدارس الغاز الدراسيه اخر السنه، بيبداوا يعلموهم اولادهم الحرفه. بحبها عشان هي فيها الوان وفيها ابتكار، والبيت اللي جنبينا كان بيشتغل فيها وبابا كان بيشتغل فيها، وانا اتعلمت منه الصنعه وحبيتها عشان القريه كلها بتشتغل فيها. هو على حسب السجاد، ما بتحسبش بالسجاد، السجاد بتحسب بالمتر، المتر المربع، على حسب فيه كم غرزه، المتر فيه كم عقده، كل حاجه فيهم جميله، خضره، الموقع الاستراتيجي، طيبه الناس واصاله الناس. لو حضرتك اتعاملت مع اهل الفيوم انت كمان برضه هتحبهم. حبيت الفيوم عشان اتربيت فيها وكبرت فيها وتعلمت الحاجه دي فيها. لا ما بيعطينيش، ممكن لو حبيت ان اشتغل بعد المدرسه بشتغل، ما حبيتش ممكن اشتغل في الاجازه. دي رسمه المفتاح وانا اللي مختاره الوانتها وصممتها، وحبيت ان انا اعمل الوانها فعملتها. وخصوصا ان المنتج المصري برضو له يعني له وضعه العالمي، الناس بتثق في المنتج المصري وخصوصا الهاند ميد. قالوا لنا عذرنا قبل الميعاد بشهر ونص، لان الفيوم هي ضيف شرف السنه دي، فما قالوا عليه قبل ما عاد بشهر ونص عشان نقدر نجهز نفسنا عشان ننزل بمنتج كويس يليق بمحافظة الفيوم. والمعرض بيفيدنا وبنكسب منه يعني، يعني في زبون مثلا بياخد كارت، ممكن يكون هو يعني حب الشغلانه دي فبياخد كارت، بعد كده بعد المعرض مثلا بنودي له شغل وكده، هو ده اللي بيفيدنا. ديارنا وصلنا للمستهلك بشكل مباشر، فاحنا بنعمل من ديارنا ان يوصلنا للمستهلك الاوروبي، لان دوت احنا بنستهدفه اكتر من خلال النوع الجديد اللي القريه بتشتغله من 12 سنه تقريبا. ايوه نفسي عشان انا بعرف اعمل الشغل ده، فعايزه ان انا اطلع منه حاجه كويسه بره، يعني مثلا يقولوا قريه مثلا ديستيا بتعرف تعمل الشغل ده، فانا افتخر في بلد تانية ان انا بعرف اعمل الحاجات دي. واحنا هنا في قريه ديستيا بنوعد حضراتكم في حين وجود تسويق كويس او ان انتم تعملوا لنا ترويج كويس اعلامي، وان احنا نقدر نسافر بره ونعرض منتجنا بره، هنوفر الاف فرص العمل بشكل كويس. فرحانه السنه دي ان احنا هنبقى ضيف شرف في المعرض، وان منتجنا هيبقى في اول باكيه يعني، والناس كلها وهي داخله تشوف شغلنا اول ناس، فعشان كده فرحانه يعني ان احنا في ديارنا السنه دي هنبقى ضيف شرف في المعرض.